أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: هل سمع النبي صلى الله عليه وسلم كلام الله عز وجل مباشرة في ليلة المعراج، أم أنه سمعه بواسطة؟ سمعه مباشرة بدون واسطة، سمع كلام الله بدون واسطة، نعم، في هذه الليلة فقط، أما في غيرها كان الوحي ينزل عليه بواسطة جبريل عليه السلام، نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.